نشرة الأخبار على الحياة فام. نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فام، أهلا بكم. البداية بالعناوين: تكريم الأستاذ المرحوم الشاذلي النيفر، واتحاد المرأة يدعو إلى مراجعة القانون الانتخابي. في تفاصيل أخبارنا، البداية بشأن الجهوي: تم صباح اليوم تكريم الأستاذ المرحوم الشاذلي النيفر، وذلك بحضور رئيس جامعة الزيتونة ودكاترة وأساتذة من تونس ومن عدة ولايات أخرى، التي وقد حضر حفل التكريم مجموعة من الطلبة قدمها في علوم الفقه استئناسا بالمذهب المالكي. وحضر حفلة التكريم إطارات دينية ومجموعة من طلبة المعهد أيضا، الشيخ الدكتور محمد الحبيب العلاني مدير المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان يوضح بخصوص هذه البادرة في ميكرو مبعوث الحياة فام الزبير العياري. نحن في معهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان ارتأينا أن نكرم ثلة من علماء المعروفين والمشهورين في بلادنا، الذين لهم إشعاع علمي وكذلك إشعاع يعني وطني ودولي. وشخصية محمد الشاذلي النيفر هي من الشخصيات المعروفة وطنيا ودوليا، ورجل علم جمع بين علوم الفقه والحديث والتفسير والأصول وغيرها من العلوم الشرعية، وهو أيضا رجل له مؤلفات عديدة وإسهامات كبيرة في الحقل المعرفي والجمعيات وحتى في مجال الكفاح الوطني قبل الاستقلال. فمن باب الوفاء لهذا الرجل أن نحيي ذكره وأن نعرف طلبتنا وأساتذتنا. من جهته قدم رئيس جامعة الزيتونة لمحة عن حياة المرحوم الشاذلي النيفر والأعمال التي قام بها كرئيس سابق لجامعة الزيتونة، والمحاضرات التي قدمها رئيس جامعة الزيتونة عبد اللطيف البوعزيزي يتحدث في ميكرو مفاد الأخبار زبير العياري. في الحقيقة اليوم مدينة القيروان وبالتحديد المعهد العالي للعلوم الإسلامية يحتضن تظاهرة متميزة جدا، تظاهر فيها وفاء وفيها اعتراف بالفضل وفيها إقرار بالعلم لشيخ من شيوخ تونس، لا أقول الزيتونة، شيخ من شيوخ تونس عالم من أعلامها، باعتبار أن له باع وذراع في العلم، له في السياسة، له في الدعوة، له في مجالات متعددة. اليوم يحتفى بهذا العلم وينظم يوم دراسي، الجامعة بالتنسيق مع أو بالاشتراك مع المعهد العالي للعلوم الإسلامية تنظم يوما دراسيا تقدم فيه مجموعة محاضرات، ويتم فيه تكريم الشيخ وتكريم عائلته بمشاركة أيضا أعيان مدينة القيروان يشاركون في هذا العمل. تكاتفت فيه جهود لتظهر أو لتبرز أو لتقر بالفضل لهذا العالم ولتبين فضله للناس للأجيال. وفي الحقيقة هو قليل من حق واجب علينا تجاه هذا العالم، الشيخ محمد الشاذلي النيفر. وطنيا، دعا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية إلى مراجعة القانون الانتخابي بما يدعم مشاركة النساء في العمليات الانتخابية ويكرس مبدأ التناصف، مؤكدا أن تراجع نسبة تمثيلية المرأة في البرلمان الجديد وهي تمثل التمثيلية في بعض الولايات التي من بينها القيروان، المهدية، توزر، سيدي بوزيد، جندوبة، باجة وزغوان، وسينعكس سلبا على طموحاتها ويجعلها ترزح تحت وطأة العنف التي ما زالت تعاني منها. وحثت المنظمة النسوية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق لتاريخ اليوم 8 من شهر مارس من كل سنة على مزيد التطبيق الفعلي لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة للحد من انتشاره وبث ثقافة احترام الحقوق الإنسانية للنساء واتباع مناهج الحد من تداعيات العنف الخطيرة خاصة على الأسرة والمجتمع. هذا ودعا الاتحاد الوطني للمرأة إلى مواصلة العمل على تطوير العقليات سواء لدى النساء والرجال لمقاومة النزعة الذكورية السائدة في مختلف أوساط المجتمع والقضاء عليها باعتبارها العائق الحقيقي والملموس الذي ما زال يعوق المرأة، منبها إلى ضرورة تكثيف أساليب مقاومة الجريمة ضد النساء والفتيات في تونس بمقاومة قانونية وسوسيولوجية وثقافية. من جهتها، أوصت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أمل بالحاج موسى الدول الأعضاء في الفضاء الفرنكوفوني باتخاذ الإجراءات والتدابير الملموسة لدعم التعاون الرقمي والتنسيق وفق مقاربة شاملة، وذلك لدى افتتاحها ندوة علمية حول الرقمنة من أجل بنات ونساء متعلمات ومستقلات التي نظمتها المنظمة الدولية للفرنكوفونية. وأضافت الوزيرة خلال كلمة مسجلة بثت في افتتاح الندوة مساء أمس أن محور هذه الندوة ينصهر مع مخرجات وتناولت عدة أولويات ومسائل على غرار الرقمنة كرافد للتنمية والتضامن.
من جهتها أبرزت الوزيرة تميز تونس بالحضور الفاعل للنساء في المجالات العلمية والتكنولوجيات الحديثة مقارنة بالدول العربية والأوروبية بتصدرها المرتبة الثانية من ضمن 114 دولة حسب دراسة حديثة للبنك الدولي، وأن نسبة خريجات التعليم العالي في الشعب العلمية تصل إلى حوالي 58%، مذكرة بانضمام تونس منذ عام 2020 إلى التحالف العالمي لمنتدى جيل المساواة المتعلق بالتكنولوجيات والابتكار في خدمة المساواة بين الجنسين. من جهة أخرى، حمل المجلس البنكي والمالي الذي يمثل البنوك والمؤسسات المالية على المساعدة على تنفيذ مشروعين على المستوى الوطني لإحداث وتهيئة رياضة أطفال وتعشيب ملاعب تابعة لمؤسسة الطفولة ومراكز مندمجة. ويتعاون المجلس البنكي والمالي أو الجمعية المهنية التونسية للمؤسسات المالية سابقا في إطار المسؤولية المجتمعية مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لتنفيذ مشروع أول يعنى أساسا برياض الأطفال عبر تقديم 9.2 مليون دينار وتخصيص حوالي 5.9 مليون دينار لمشروع ثاني لتعشيب ملاعب تابعة لمراكز الطفولة. في أخبار العالم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن روسيا وجدت نفسها مرة أخرى في مواجهة تهديدات أمنية مباشرة، لكننا نرى أمثلة على الشجاعة والاستعداد للدفاع عن الحقيقة. وجاء تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل توزيع جوائز وأوسمة لعدد من النساء الروسيات المتفوقات والتي قدمنا مساهمة كبيرة في تطوير الرعاية الصحية والثقافية والتعليم والإنتاج الصناعي وكذلك الزراعة. ختام نشرتنا الإخبارية وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: تكريم الأستاذ المرحوم الشاذلي النايفر اليوم بالقيروان، واتحاد المرأة يدعو إلى مراجعة القانون الانتخابي. كانت معكم سيوار بن حميدة، لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فهم على الفيسبوك.